خليك. احنا معنا تقارير من اسرتك، هنشوف التقارير ونرجع نكمل بقيه الاسئله السريعه دي. طيب ماشي، اتفضل يا بيرجاوي. مفيش فرق كبير، هو شخصيته كابتن جمال الحكم، الحكم الدولي اللي عمل انجازات في التحكيم لمصر، الاسطوره، هو نفس شخصيه البوب زي ما بنقوله في البيت. يعني هو شخصيه حازمه، دغري، ما بيحبش الملاوعه ولا كده، ذكي جدا طبعا، عشان كده هو مصاحبنا، احنا اصحاب جدا يعني، حتى قليل قوي ما بنقول له يا بابا، كتير بقول له يا كابتن اكتر من بابا. لكن هو كابتن جمال اللي في الملعب، هو كابتن جمال اللي في قاعه المحاضره وانا قاعد كحكم بيحاضرني مع زمايلي، هو بابا اللي في البيت، ببقى قاعد معاه وبينصحني وبيرشدني في البيت. طبعا طبعا حازم جدا في البيت، لكن في نفس الوقت لان هو في الملعب مش حازم بس، هو برضو في الملعب ذكي جدا، بيعرف يتصرف في ايا كان الموقف ايه، فهو في البيت معانا بنفس الشخصيه دي، شخصيته واحدة. هو عنده حتى مقولة دايما بيقولها واحنا اتعلمناها منه، ان شخصية الحكم ما بتتغيرش، هي شخصيته في البيت، هي شخصيته في الشغل، هي شخصيته في حياته الشخصية او العملية. فهو كابتن جمال كده دايما معانا زي ما هو في يعني الصمت لغة العظماء، فطبيعي ان الواحد يترفع عن حاجات كتير اصغر من ان هو يرد عليها او يتكلم فيها، ان كان انتقاد او هجوم او ايا كان ايه اللي بيواجهه. لكن في وقت من الاوقات الشخصيه بتطلع والرد الفعل بيطلع وبيبقى فيه رياكشن، مع كل اكشن ليه رياكشن، فطبيعي، بس في الوقت المناسب اللي يتناسب مع الموقف ومع قيمه الواحد اللي بيتعامل يعني. اكيد طبعا هو الكابتن جمال غير البوب. هو اصلا من بدايتي في التحكيم هو مثلي الاعلى، لان مفيش حد الحمد لله عمل اي انجازات قد اللي هو عملها، مفيش حد مثل مصر بره زي ما هو مثله، وفي ناس طبعا كتير شرفت مصر كتير، لكن كابتن جمال غندور عمل ارقام وارقام قياسيه وانجازات كبيره، فهو مثل الاعلى في الحياه وفي التحكيم كمان، فطبيعي ان انا اتعلم منه اي حاجه في التحكيم محتاج ان انا اقعد معاه فيها بقعد معاه فيها، باخد رايه باخد مشورته، بتعلم منه اول باول على قد ما اقدر طبعا، لان الحكايه مش سهله يعني، احنا مش في البيت الدنيا سهله قوي، لان هو برضو بيبقى مشغول كتير، فاوقات كتير باخد منه المعلومه زي زمايلي في المعسكر او في المحاضره وانا قاعد كحكم قدامي وهو بيحضرني انا وزمايلي، كتير قوي بتعلم منه زي زمايلي، فما فيش درس خصوصي قوي، لكن اكيد كتير بستفيد منه وبتعلم منه طبعا. لا عادي، هو لما بيجي بي مثلا زي حوار تعال اقعد معانا او كده، يعني اكتريت الوقت مش في البيت فبتبقى قليله قوي الكلام ده. زي اي اب في الدنيا، هو اكتر حاجه بتهمه دايما بيته وان احنا نكون احسن ناس، زي ما يعني زي ما انسان طبيعي بيفكر انه عايز ولاده دايما يكونوا احسن حتى منه هو شخصيا، ده بيكون هدفه في الدنيا، فهو دايما كيرنج للحته دي. فيعني دي ممكن تكون تلخص حاجات كتير، يعني مش محتاج يكون حازم في البيت او يعني هو يعني تقريبا في تشابه شويه، بس اكيد البيت بيبقى فيه ليونه اكتر عن الملعب، يعني الملعب القرار واحد، البيت ممكن فيه نقاش، فممكن يكون فيه تشابه زي ما قلت لك، يعني اختلاف بسيط قوي. هو احنا الخمسه واخدينها منه، احنا خمسه واخدينها منه الحمد لله. يعني ايه غيرها؟ ممكن مثلا يعني انا بحب اشوف الامور في حياتي عموما بكذا منظور، يعني دي حاجه انا عرفت ان انا واخدها منه شويه، حتى لما باجي اتكلم في اي حاجه اي موضوع عموما ممكن يكون مثلا مشكله او حاجه، فساعات بلاقي نفسي ان انا بتكلم زيه، فدي حاجه خدت بالي منها انه بحب اشوف الحاجه من كذا رؤيه، يعني كذا منظور، سوري. فممكن دي مش طول الوقت، بس هي بتبقى في قرارات كده، ودي بتبقى عندي يعني معظم البشر ممكن بياخد القرار على طول من غير تفكير، بس لو بصيتي شويه هتلاقي انه بالنسبه له هو ما ينفعش، مش هيوصل اللي وصل له من غير يعني ما يكون بيفكر كل مره قبل ما ياخد اي قرار، يعني المكان اللي هو فيه مش سهل حد يوصل له، فهو عشان يوصل لكده اكيد فكر في كل حاجه عملها بدل المره 10، فلا هي مش اكيوريت قوي، بس ساعات بتحصل. يعني لو كابتن جمال الحكم، ف
فهي انه انت خليت ناس كتير قوي نفسها وعندها الطموح ان هي تبقى يبقى حكم، ودي حاجه كويسه لان قليل جدا لما كنا زمان نسمع ان حد نفسه يطلع حكم. انت عملت ده في الحكام كتير، ناس كتير صغيره نفسها تطلع زيك. اي حكم النهارده عايز يبقى جمال غندور، فدي حاجه كبيره. جمال غندور الاب فهو لا، في كلام كتير قوي وشكر كتير قوي ومش هيبقى كفايه برضه، بس هي يعني شكرا ان انت بتحاول دايما تخلينا احسن. طبيعي طبعا اي واحد بيحب المجال اللي هو فيه بيحاول يحارب بقدر امكانه في كل الجهات عشان يقدر يوصل اللي هو عايزه. فجمال تقريبا كده كان بيحارب في حتت كتير جدا، بس الحمد لله هو دايما يعني ربنا دايما بيحبه. كانت الخروج والفسح والحاجات دي كانت بتبقى طبعا قليله جدا، مش عشان مثلا ان هو بيتضايق من الناس او كده، لا بالعكس، جمال اي حد ممكن يوقفه في الشارع ويتصور معاه ويتعامل معاه كويس جدا جدا يعني. بس هو جمال كان تركيزه الاكبر في ان هو دايما لازم يكون جاهز لاي ماتش في اي وقت. انا بشوف كتير جدا حكام مثلا دلوقتي ده انا لسه عندي ماتش الاسبوع اللي جاي، فيبتدي يجهز قبل الماتش مثلا يومين ثلاثه. لا جمال كان تقريبا التمرين كل يوم، في ماتشات ما فيش ماتشات، في موسم ما فيش موسم، في بطولات كل يوم كان في تمرين. فدي كانت من ضمن الحاجات اللي هي كانت طبعا بتخلينا ما نقدرش نتفسح زي بقيه الناس، نخرج كتير، ما فيش مصايف كتير. فالحاجات دي كلها كانت طبعا هي من ضمن الحاجات اللي كانت بتوقفنا شويه الاول. لا طبعا، لان هو كان يعتبر مش فاضي خالص، بس كان لازم يعرف كل التفاصيل. يعني حتى لو هو مسافر لازم يعرف كل التفاصيل اللي بتحصل يوميا بمكالمه بمسج، بس لازم كان يبقى اكنه بالظبط موجود معانا. بس طبعا هو ما كانش متحمل معانا المسؤوليه يعني خالص. فالحمد لله يعني ربنا قدر الواحد ان هو ان احنا قدرنا نطلعهم بالشكل ده يعني الحمد لله، ولغايه دلوقتي لسه بنصحه. بس هو للاسف ان فعلا خالد هو بيحب المجال ده جدا جدا، هو شايف ابوه قدوه ليه، فهو نفسه ان هو طبعا يكون زيه. فبس هو خالد وما زال طبعا اكيد بيواجه صعوبات كتير جدا. وجمال برضو ما كانش موافق من الاول، ان هو حتى كان ما كانش يعرف ان هو داخل الامتحان بتاع الاختبارات الاولانيه خالص. بس هو طبعا خالد مصمم وحابب حاجه زي كده، انا نصحته طبعا، بس هو انا بنصحهم، بس كل واحد طبعا بيبقى حابب حاجه فبيمشي فيها. يعني كابتن جمال قريبين من بعض في حاجات ومختلفين في حاجات اكتر، بس احنا يعتبر بنكمل بعض، فاهماني؟ فهي العشره بقى ايه، خلاص يعني كل واحد فينا اتعود على التاني، كل واحد فينا فهم ان هو لازم يعمل حاجه بطريقه معينه عشان التاني يبقى مبسوط ومرتاح. فدي كفايه يعني بالنسبه لي. هو كابتن جمال مش عامل قلق عشان مش بيخاف، كابتن جمال واضح وصريح في تصرفاته وفي تعاملاته حتى مع اي حد كبير او صغير. هو ما بيحبش ينافق حد، ما بيحبش يتكلم من ورا حد، فدي طبعا ميزه. وللاسف في حاجات كتير جدا مش في مجال التحكيم بس، في مجالات كتير جدا الناس بقت يعتبر جزء كبير جدا منهم كده. فهو مش هو، انا طبعا بنصحه بحاجات كتير، بس للاسف ان هو عشان طيب جدا، رغم ان هو حازم وشخصيه قويه جدا، بس هو طيب جدا جدا وبيسامح بسرعه جدا. ودي بصراحة دي حاجة أنا مش بحبها فيه، بس هو دايما يقولي أنا هدخل الجنة كده. بس طبعا هو بيسامح ناس كتير جدا 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 مش المفروض إن هو أصلا يكون كده. يعني كل تصرفاته جوه البيت وبره البيت واضح جدا جدا، يعني حتى قدام الناس مش مثلا بطريقة معينة في وقت وبطريقة معينة، لا في على طول هو واضح في كل التصرفات. هتقول إيه لأسرتك الجميلة دي؟ ربنا يحفظهم. امين يا رب. هم فعلا يعني انا بس هعلق على المدام، فعلا كانت تشوف مثلا حد بيغلط فيا في الاعلام او في بتاع وداخل فيا جامد جدا، وبعدين تتفاجئ مثلا بعديها بفتره هو جاي عندي في البيت وبستقبله كويس جدا، فهي تستغرب من الموقف ده. فبقول بص يعني الأول عندك التسامح. في الاول وفي الاخر انا ايه اللي يخليني اشيل جوايا اي ضغينه؟ ما انا اللي هتعب. نعم. خلي كل واحد الحساب عند ربنا. الحساب عند ربنا. طيب تحب الاغاني القديمه؟ قوي. طيب
طيب لو انت عاوز تهدي اغنيه لشريكه حياتك اللي هي شاليتك مدار السنين دي كلها، هتبعت لها اغنيه ايه ولمين؟ هو انا هبعت الاغنيه اللي عجباني انا، برغم هم ما بيحبوش الاغاني القديمه. لا، ما انت لازم تبعت لها اغنيه بتحبها هي كمان. انا بص، انا بعشق اغنيه عيون القلب النجات. عيون القلب، اه يا سلام، انت بحبها جدا يا كابتن مصطفى. ممكن اسمعها في اليوم 3-4 مرات. هتبعتها لها دلوقتي يعني؟ هبعتها لها طبعا. هتقول لها فيها ايه؟ هقول لها ايه؟ هقول لها الجزء الاولاني، هتقول لها فيه ايه؟ وانا مش بعرف اغني. لا، مش لازم تغني. عيون القلب سهرانة ما بتنامش. انا صاحية، لنا صاحية ولا نايمة. ايوه. ما بت طيب مين الفنانين اللي انت بتتفرج عليهم في الافلام الكوميديا ابيض واسود وبيضحكك على طول اول ما بتشوفه؟ ابيض واسود، او بصفه عامه. هو طبعا هم حرمني في البيت ان انا اتفرج على ابيض واسود. ليه؟ لان كل ما يخشوا يلاقوني بتفرج على فيلم ابيض واسود. بقى اللي عايز يقلب واللي عايز يقوم واللي عايز.